مرحبا أستاذ مقداد، ومساء الخير عليك وعلى ضيفيك الكريمين وعلى حياك الله. مشاهدي قناتكم الكريمة. حقيقة وجهت دعوات من النجف الأشرف وتحديدا من المرجعية ومؤسسة المرجعية الدينية للناشطين المدنيين المتواجدين في ساحات الاحتجاج والملاحقين والمهددين، وتمت تلبية هذه الدعوة على الفور لاعتقادنا التام بأن المرجعية موقفها ثابت وواضح، وهذا ما يثبت في البيانات وخطب الجمعة في الفترات الأخيرة. حقيقة تمت تلبية الدعوة، والمفترض بأنه اليوم هو يتم اللقاء، ولازلت حتى أنا لم أذهب لظرف الأمني نعم وما رافقني في الفترة الماضية، لكن ذهبوا أخوة وأصدقاء في الاحتجاجات إلى مدينة النجف الأشرف، وننتظر منهم تبيان ما حصل ومن حوار وحديث هناك. نعم، أكو دعوة تقول رفضناها، شنو سبب الرفض لهذه الدعوة؟ نعم، أنت تقول على صفحتك بالفيسبوك تقول هناك دعوة رفضناها مباشرة، شنو سبب الرفض؟ نعم، كانت هنالك دعوتان في الحقيقة من النجف. طيب، الدعوة التي تحدثت عنها هي من المرجعية وتمت تلبيتها على الفور، أما هنالك دعوة أخرى رفضناها على الفور أيضا، لا، لاعتقادنا التام بأن لا جلوس مع القتلة والمحرضين على الدماء، تم رفض الدعوة في وقتها. نعم.